فاطر رمضان يا فاطر رمضان يا خسران دينك. الروايات التاريخية قالت إن أصل الكلام ده كان عبارة عن مطلع أغنية من الفولكلور الشعبي في شوارع القاهرة والشام في العصر المملوك، لما كان المحتسب بيمر على الأسواق لمنع أي مخالفات ومنها الإفطار في شهر رمضان من غير عذر شرعي، وكانت المخالفة دي بيتم فيها تطبيق عقوبة التجريس واللي غالباً كان بيقوم بيها الأطفال، فكانوا بيزفوا الفاطر في الشوارع وهم بيغنوله يا فاطر رمضان يا خسران دينك كلبتنا السودة هتعض في مصارينا.